ولاية جديدة، فتمثلت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام لن يترشح فيها، وتنظيم استفتاء شعبي على الإصلاحات الدستورية، وضع سياسات عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، والقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعي، والتعبئة ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. حول هذا الموضوع معنا من الجزائر مريم سعيداني، عضو المجلس السياسي لحزب جيل جديد. أهلا بك أستاذة مريم. بعد إذاعة هذه الإصلاحات أو التعهدات اللي نسميها يعني أسماء كثيرة من يعني في البيان الذي نسب للرئيس، ثارت مظاهرات كما لم تثر من قبل في الجزائر، خرجت في مدن عديدة ليلة أمس، واليوم الانسحابات توالت للمترشحين للانتخابات. برأيك إلى أي مدى ستتكتل المعارضة وتتوحد حول مطلب إبطال ترشح الرئيس وإعلان شغور منصب الرئاسة؟ مساء الخير. يعني البارح كان هذا الشيء العجيب او كما اسميه يعني لعب الاطفال، يعني اخراج هذه الوثيقه، وثيقه التعهد باصلاحات يمكن يقوم بها الرئيس وتمديد العهده لسنه بمثلا بانتخابه لمده سنه ويذهب بعد ذلك. هذا شيء غير جدي ولعب أطفال، والرد كان فوريا على ذلك. في مسيرات ليلية خرج بها الملايين من الجزائريين في كل المقاطعات وفي الجزائر العاصمة. اليوم المعارضة تتكلم كلها بكلام واحد، رغم أنها يعني كل يتكلم على حدة لأنها لم تتكتل إلى حد الآن. لا يمكن قبول عهدة خامسة ولا نقبل هذه التعهدات، لأنه نتذكر أنه في مثلا في 2012 في آخر خطاب قاله الرئيس بفمه أنه جيله قام بما يمكن أن يقوم به ويسلم المشعل. وماذا حدث بعد ذلك؟ ترشح لعهدة رابعة ولم يعطي المشعل للشباب. اليوم يعني الأحزاب الائتلاف يعني على الرئيس عليها أن تستحي على نفسها، وعليها أن تذهب وترى ما هي مطالب الشارع وتلتف على مطالب الشارع لكي تحفظ قليل من لحفظ ماء الوجه لها. طيب هذا الرفض كيف سيترجم؟ يعني إذا المظاهرات لم تفلح في ثني المجموعة المحيطة بالرئيس من تقديم أوراق ترشحه إلى المجلس الدستوري، فكيف ستفلح الآن هذه المظاهرات وهذا الرفض من قبل أحزاب المعارضة في إجبارهم على سحب ترشيحه أو إجبار حتى المجلس الدستوري على إبطال أو على عدم قبول هذا الترشيح؟ لأنه أيضا رئيس المجلس الدستوري تراجع عن التصريح الذي نقل عنه بالأمس وقال إنه ليس هذا ما قصده حول إلزامية تقديم المرشح لأوراق ترشحه بنفسه، وقال إنه ليس هناك شيء في الدستور يلزم المرشح بالحضور شخصيا لفعل هذا الأمر، وبالتالي ما هي الأطر التي ستتحركون من خلالها؟ نعم، أول شيء هو مواصلة الضغط عن طريق الشارع، مواصلة المسيرات السلمية للضغط على المجلس الدستوري لعدم قبول ملف الترشح. ثانيا، هناك الحديث على إضراب عام يقوم به الجزائريون، إذا رأيت في منصات التواصل الاجتماعي هناك استجابة واسعة من قبل المواطنين من أجل القيام بهذا، وإذا استدعى الأمر فالجزائريين يتحدثون عن عصيان مدني سلمي لكي يستجيب النظام للمطالب الشرعية للشارع. اليوم النظام عليه أن ينظر إلى كل هذه الأوضاع الحرجة التي فيها الجزائر، عليه أن لا يتهور، على المجلس الدستوري وأعضائه كل واحد على حدة أن ينسى أنه معين من طرف الرئيس، عليه أن كل على حدة أن يتحمل مسؤوليته ويعرف أنه مسؤول على دستور يمثل الشعب بأكمله. أستاذة مريم، إلى أي مدى برأيك التعهدات التي نصبت للرئيس في حال فوزه في ولاية جديدة تنم عن شعور
بالضعف، بمعنى تعهد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نعم. وكأنه يقول أعطوني فقط عام واحد يعني؟ وأنا سأذهب. نعم، هو يريد عام واحد لكي يعيد تنظيم، لكي النظام يقوم بإعادة تنظيم نفسه، وهو يعني تعبير صريح لإخفاق 20 سنة أن على أنه يتعهد بإعادة الدستور، وهو الذي عدله ليس مرة وليس اثنين ولكن العديد من المرات، على أنه يقول أنه سيعطي لجنة مستقلة، وهو قام على دسارة لجنة كل أعضائها معينين من أجل تزوير انتخابات، على أنه يتعهد لتوزيع عادل للثروات، هذا يعني أنه لم يقم بتوزيع عادل للثروات ونهبت أموال الجزائريين. هذا تصريح صريح يعني على إخفاق 20 سنة، فكيف يعني يمكن أن نثق في إنسان أخفق لهذا الحد، في إنسان يعني دمر الجزائريين، في إنسان يعني قام بتفكيك كل المؤسسات، واليوم نجد نفسنا في وضع حرج والشعب لهذا يريد اليوم القطيعة. بس المجموعة المسيطرة اليوم أو المجموعة التي تحكم من خلف الرئيس، لأنه يعني على ما يبدو أن الرئيس لم يظهر حتى الآن، لماذا تحتاج هذا العام؟ كان لديها الوقت الكافي، لأنه الرئيس بوتفليقة أصيب بالجلطة الدماغية في العام 2013 ولم يظهر علنا في ذلك الحين، لم يخاطب الشعب منذ ذلك الحين، كانت له صور قليلة في نشرت في وسائل الإعلام، كان يبدو فيها عليه علامات المرض بشكل واضح. اليوم من 2013 نحن اليوم في العام 2019، 6 سنوات، يعني ألم يكن هذا وقت كافي لهذه المجموعة لتعيد ترتيب صفوفها وتتقدم بمرشح بديل لبوتفليقة؟ لماذا تحتاج هذا العام برأيك؟ دعم، لأنهم بكل بساطة راهنوا على أن الشعب الجزائري لن ينتفض، لأنهم بكل بساطة راهنوا على أن هذا الشعب سلبي، ولكنهم أخطأوا. الشعب الجزائري شعب هادئ وليس سلبي، تحمل كل ما تحمله لأنه عانى من ويلات الإرهاب في التسعينيات من القرن الماضي، راهنوا على أنهم يمكن أن يتموا يعني الرئاسة إلى مدى الحياة، إلى أن يأخذ الله أمانته، ولكن لم يفكروا في إيجاد البديل، لأنهم لا يريدون البديل، يريدون أن الرئيس أنه يذهب إلى ربه وهو على عرش الجزائر، ولكن الأمور جرت بما لا تشتهي السفن. الشعب الجزائري يعني يعني ليس هناك معطيات واضحة. نحن ندخل في تحليل النوايا، لا أريد الدخول في تحليل النوايا إلا إذا كان لدينا معطيات على الأسباب التي قد تدفع هذه المجموعة إلى يعني الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام. الآن إذا كان الرئيس يعني غير قادر على أداء مهامه، أستاذة مريم، رئيسة حزب العمال لويزا حنون تقول دعونا أو فلندفع باتجاه إعلان عجز الرئيس وشغور المنصب. هذا الكلام إلى ما يحتاج من الناحية الدستورية؟ كيف يمكن تفعيله؟ وأليست هذه الدعوة عمليا تدخل الجزائر في سيناريو مشابه لحالة فنزويلا؟ يعني مطلب متأخر جدا، نحن في جيل جديد، كنا قمنا بحملة من أجل يعني المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور هذه سنة من قبل، الكل يعني لما علينا كل هذا المطلب. اليوم نحن في أوقات حرجة، يعني إذا تم تفعيل المادة 102 من الدستور على المجلس الدستوري في 45 يوم أن يحدد هل هناك عجز أو لا. إذا حدد أن هناك عجز يعني في خلال 3 أشهر تقام انتخابات رئاسية، ولكن اليوم رانا في يعني في أوضاع حرجة، تطبيق هذه المادة صعب جدا في الظرف الحالي، وأيضا يعني إنشاء إقامة انتخابات رئاسية يعني هو وضع كارثي، لأنه ضمانات يعني قيام بعملية انتخابية أصبح يعني مستحيل، لهذا الأمور معقدة جدا، ويجب النظر في حلول أستاذة مريم أخرى.
نعم ابقي معي سمحتي استاذه مريم سعيداني، اريد ان ارحب معنا عبر الهاتف من الجزائر بمحمود قيساري عضو